ما انا عارفه يا ماما ان انت مالكيش في الاكل الهفا. انا فرحانه ان انا جيت لكم النهارده، بس انا لو كنت سبتكم للبت حنان ده هي كانت هتعمل لكم شويه مكرونه وناجتس من الجاهز بتاع السوبر ماركت. انما انت من غلاوتك عندي يا غاليه طول الليل، وانا عماله اتبل لك في الفراخ واضب لك في البط ولفت المحشي، ووقت ما تقولي جعانه هقوم اولع لك على الاكل. يا بختك يا عم خالد، يا بختك. ماما يا ماما، ايه سرحانه في ايه؟ انتوا بتزوروا ابوكوا يا ولاد؟ ابقوا زوروه ان ما كنتوش قادرين تزوروه عشان مشواره بعيد، على الاقل ابقوا ادعوا له. والله يا ماما ما بفوت صلاه، وحياه ربنا لازم ادعي له وادعي له من قلبي. الله يرحمك يا بابا ويسامحك. هو جالك في الحلم قريب ولا ايه يا ماما؟ ابوكوا دايما على بالي، ولازم يبقى على بالكم انتوا كمان. انتوا ما تعرفوش هو تعب وشقي قد ايه عشان يوصلكم للي انتوا فيه ده. غلط غلط. هو في الاول طبعا ما كانش عايز يسيب الاسماعيليه ويجي القاهره. لولا انا بقى اللي فضلت وراه اقول له مستقبل عيالنا في القاهره، لازم يتعلموا في جامعات القاهره. مش معقول هنسيبهم بقى يخشوا بيوت الطلبه ولا نشحططهم في الطريق. غلط. لما سيبنا الاسماعيليه وجينا هنا الحكايه ما كانتش سهله. ما هي ورشه الميكانيكا بتاعته في الاسماعيليه كانت ما شاء الله ماشيه زي الفل وبتجيب فلوس. لما فتح بقى اختها هنا كانت بتنش. ليه؟ عشان جديد وملوش زبون. كان كل ما يضيق بينا الحال ما لقاش انا حتى حته صيغه بيعها، لاني كنت بعت الصيغه كلها عشان ندفع خلو الشقه الكبيره دي. فكان يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يروح لاخوي ميل عليه ياخد منه فلوس علشان يفك نفسه، مره 100 مره 200 مره 500. والحقيقه ان عمكم عمره ما قصر ولا قال له هات الفلوس اللي عليك، رغم ان دريه كانت دايما تزن عليه. عم حسن، هو في زي عم حسن؟ الله يمد في عمره ويخليه لنا قادر كريم، طول عمره شهم وجدع وراجل. ربنا يكملك بعقلك يا منير. كملي يا ماما. الشهادة لله يا حنان، عمكم شالنا كتير قوي وعمره ما قصر، لكن أبوكوا بقى قعد مرة يعد كده الفلوس اللي خدها من أخوه لقاها بقت 10,000 جنيه. وطبعا انتوا عارفين أبوكوا وعزة نفسه ما هنش عليه حد يفتكره مصهين على الدين، فجاب ورقة وكتب فيها تنازل عن الأرض لأخوه. أرض إيه؟ الأرض. أرض إيه؟ الأرض اللي احنا بنبيعها دلوقتي. نعم أيوة يا ابني، أبوك كتب مبايعة بالأرض دي لعمك حسن واداله الورقة، قال له اعتبرها رهن خليها عندك. عمك طبعا ما كانش عايز ياخد الورقة وكان زعلان جدا من أبوك إنه عمل الحركة دي، لكن أبوك صمم قال له خليها معاك، إن أنا قدرت أرد لك فلوسك ابقى قطعها. بس فضلت الورقة بعد كده عند عمك ورقة ملهاش أي لازمة، وبعد كده كلنا نسينا الموضوع ده. يعني ايه نسيتوا الموضوع ده؟ يعني انت يا ماما عايزه تفهمينا ان بابا مات قبل ما يدفع الفلوس لعمي وياخد منه الورقه دي؟ بقول لك نسينا يا دالي. نسيتوا ايه يا ماما؟ نسيتوا ايه؟ ده كده مصيبه، يعني انا ابويا مدفون وعليه دين في الدنيا؟ ده الا الدين، ده الدين ما يصعدش ابدا. ماما احنا لازم نروح نقعد مع عمي ونديله فلوسه. هو ده اللي بتفكري فيه يا منيره؟ طب انبسطي، عمك مش عاوز فلوس، عمك عاوز الأرض. لا يا حنان، عمك مش عايز حاجة، إيهاب ابنه هو اللي عايز الأرض. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة قبل ما أفقد أعصابي، ثانية واحدة. هو إيه اللي عاوز ومش عاوز؟ هم عرفوا الأرض دي بقى تمنها كام؟ ها؟ هي ورقة المبايعة دي لسه معاهم لغاية دلوقتي؟ كل الاحتمالات الزفت دي إحنا فكرنا فيها. وماما جايبانا دلوقتي عشان نشوف هنعمل ايه. يلا سلام عليكم. انت رايح فين يا عم الحاج؟ انا ايه بقى، انا خلصت اصلي.
انا خلصت، انا خلصت. خلصت ايه؟ خلصت كراريس العيال صححتها كلها. كراريس ايه؟ انت مش سامع؟ يلا ربنا يوفق الجميع، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ربنا يوفق الدنيا على الدنيا كلها ان شاء الله. يلا سلام عليكم. ما تمشيش، انت هتمشي قبل ما تاكل. لا معلش، لا ربنا يوفق. بقول لك ايه، انتوا اتفقوا اتفقوا على كل حاجه، وانا انا هبقى وراك، انا هبقى وراك يا قائد. عمر افتكرني، انا وراك في ظهرك على طول. يلا ربنا يوفق كل الحاجات. استنى كمان، انت رايح فين؟ انت هتسيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي وتمشي؟ جرى ايه يا ابني؟ انت مش هتبطل السلبيه وانعدام الشخصيه اللي انت عايش فيهم دول؟ معلش ما كبريش الموضوع كده. يلا ربنا يوفقكم، يلا مع السلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لهوي يا لهوي، ماما الحقي كمال، أخويا اتجن. هو كمال بس اللي هيتجنن؟ ده احنا كلنا قربنا نشد في شعرنا ونجري ورا عربيات الرش. معلش بس، يعني هو ورقة المبايعة يعني عقد كده ولا إيه؟ أيوة يا تقى، حاجة زي العقد، ومع عمي، وهو متخيل بيها ان الارض بتاعته. يا نهار اسود، وانت ازاي يا طنط كنت ناسي حاجه زي كده؟ ما انت عارفه ان احنا في البيعه دي بقالنا شهور، وعارفه كمان ان حياتنا كلها مترتبه على ان الفلوس جايه. ولا انت كنت فاكره ومش عايزه تقولي علشان البيعه تخلص من غير ما هم ياخدوا خبر؟ ايه توقع، ازاي تكلمي ماما بالاسلوب دوت؟ وبعدين هي بتقول لك ان هي كانت ناسيه، في ايه؟ ده ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ازاي بس الارض تبقى اتباعت؟ ولحد رمضان اللي فات كان بيوصلنا ريعها. ريع ايه وزفت ايه؟ احنا معانا حجة الارض وحيازة الجمعية الزراعية وسلمناها من المحامي لما كتبنا العقد. الله، هو في ايه يا جدعان؟ هو احنا بيتنصب علينا ولا ايه؟ اه طبعا اكيد بيتنصب علينا، دي ارض ب 300 مليون جنيه، يعني اكيد هناخد انا الصاب. لا 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 يا طوقة، بقول لك ايه، انت داخله على العيله دي يعني تحترمي كبيرها قبل صغيرها. ده احنا كنا لسه بنترحم على بابا. بابا هو كان فين عقل بابا ساعتها؟ كان فين ها؟ يكتب ارض خمس فدادين لاخوه علشان استلف منه 10,000 جنيه؟ ودي مات اهو، ادي مات وارتاح، واحنا اللي معكوكين في الزفت اللي احنا فيه. على فكره انت كده بتغلطي في ابوك، انت فاهمه ولا لا؟ وانت يا ماما ما كنت قلت لنا على الموضوع ده من الاول، كنا رحنا سددنا ام الدين ده وخلصنا. يعني هي كانت تعمل ايه يعني؟ لو كانت قالت لكم ان موضوع الدين ده موجود، كنتوا هتسددوا لي اللف لله من غير ما تعرفوا الارض دي انها هتساوي ملايين؟ قالت لكم بدل مره 100 مره، هي ناسيه ناسيه. ايه؟ بتفهموا ازاي؟ انت بتزعل ايه يالا؟ بتزعل ايه؟ انت اللي بتزعل ايه؟ انت جننت؟ بص يا عمر، هتعمل لي فيها الملاك البريئه بقلب طيب قوي. على فكره بقى، انت اكتر واحد هيتفشخ فينا كلنا. يبقى روح يا حبيبي لحلم عنان، خليه يتجوز سلومه بنته لإيهاب ابن عمك عشان بقى معاه ملايين. انت كده شاطر شاطر وكبير صح؟ اه كبير غصب عنك. بس انت اتجننت؟ سيبه. في ايه؟ هتكبر عليا؟ اقعد يا يوسف اقعد. سيبيني سيبيني حنان دلوقتي. يا عمر بس يا دعاء. يلا يا ماما، يلا يلا يلا، لو سمحت قومي خش جوه عشان تستريحي. يلا يا منير اهديها وخشي. حاضر. لا هروح فين؟ واسيبكم وعمالين تضربوا بعض بالشكل ده؟ فاكرين ان انا لما اخش جوه هستريح؟ سيبوني بقى اتفرج على اولادي وهم عمالين يغلطوا فيا ويغلطوا في ابوهم ويتهموا عمهم في ذمته. سيبوني عشان اشوفكم بتزقوا بعض وبتضربوا ببعض ومش عارفه على ايه، مش عارفه على ايه. خلوني خلوني للاخر، انا قاعده اهو. كملوا بقى. محلولة يا ولاد، ده الدنيا متفاتة. عارفين احنا لو رحنا قعدنا مع عمي هنقنعه وهيحلها لنا على طول. انا ما بيعجبنيش غير دماغك يا منيرة. طب يا ستي ارتاحي، احنا رحنا لعمي والمشكلة دلوقتي مش في عمي، المشكلة في إيهاب. وطبعا انتوا عارفين إيهاب كويس. إيهاب ده لو شفته قدامي دلوقتي هاكله بسناني صاحي. المفتري الظالم عايز ياخد أرض ب 300 مليون جنيه عشان ابويا سلف من ابوه 10,000 جنيه؟ ده انا اقتله هو وعيلته واحد واحد. ده كده يبقى ربا. انتوا عارفين احنا لو رحنا قعدنا مع عمنا بالهداوه وقلنا له ان كل واحد فينا رتب اموره على الفلوس دي هيسيبها لنا. لا يا شيخ، وانت فكرك يعني عمك هيعمل ايه؟ هيقطع الورقه ويقول لك حقك اهو؟ والله حاجه تضحك. لا 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 يعني بس ممكن يتفاهم يعني. طيب 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 طيب
نهدى بس، نهدى عشان نعرف نفكر كويس. اوكي ماما، الورقه دي متسجله؟ يعني بابا خد عمي من ايده وراحوا للشهر العقاري وسجلوها هناك؟ لا يا ابني مش متسجله. طيب يا جماعه، طيب يا جماعه، يبقى كده الحمد لله ورقه عبيطه مش متسجله قدام كل الورق الموثق اللي بيثبت ان الارض دي بتاعتنا، يبقى الحمد لله. منيره كلمي خالد جوزك دلوقتي وخليه يسال الزفت المحامي بتاعنا ده ايه موقفنا القانوني بالظبط. يلا يا منيره، يلا يلا. ما تيلا يا منير يلا. حاضر. هي الحاجة صفية دي بتتعاطى حاجة؟ يعني ايه يعني ناسي ان جوزها كان بايع الارض؟ ما ترحمي امي بقى من القصه اللي احنا فيها دي. هو انت لسه شفت حاجه؟ انت السبب، انت اللي دخلتني في حوار ما يخصنيش. مال انا ومال صفيه والفلوس والارض؟ انا عايزه فلوس دلوقتي. الحوار ما يخصكيش؟ مش انت اللي قعدتي تخططي وتهندزي عشان خاطر ولاد صفيه؟ انبط يا اختي، انبط بقى لحد لما اروح لشاكر اشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. انا جايه معاك. مش هينفع. هو ايه ده اللي مش هينفع؟ انت طلعتني المركب دي غصب عني، يعني رجلي على رجلك. ما عنديش طاقه انا اقعد استنى لما تروح لشاكر درغام وترجع تحكي لي. ها قلت ايه؟ مستنيك في العربيه.